الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فإن رسالة العلماء عظيمة عظم الأمانة التي يحملونها، وهي أمانة العلم وأمانة الدعوة وأمانة التبليغ. أما من حيث الأمانة في التبليغ، فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: نضى الله امرأ سمع مقالتي فوعها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالأمانة الأولى هي أن نؤدي العلم كما تعلمناه تعلما صحيحا، وكما حمله العدول عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تحري الصحيح والحذر من الكذب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والعلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء يحملون أمانة ثقيلة، كما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا رفع الله مكانة العلم وشأن العلماء، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقالوا: من تعلم العلم ثم عمل به، وضع 100 خط تحت قوله عمل به، لأنهم قالوا: حال رجل في 1000 خير من كلام 1000 رجل. فإذا كان الكلام في اتجاه والحال في اتجاه آخر، كان الإنسان مصدا والعياذ بالله عن دين الله. ورب العزة يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن هنا الأمانة عظيمة وشديدة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقد قالوا: من تعلم العلم ثم عمل به، عمل، ضع 100 خط كما قلنا تحت قولي عمل به، ثم علمه للناس، فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. ثم إن العلم الذي يبتغى به وجه الله عز وجل، يقول في شأنه نبينا صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله ليصيب به عادا من الدنيا لم يجد ريح الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، للمفاخاة والاستعلاء بالعلم. ومن أشد أنواع الاستعلاء بالعلم والتكبر بالعلم والتجبر بالعلم. لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار، نعوذ بالله من ذلك. ولذا كان القاضي الجرجاني يقول: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن ساحة الذل أحجما، يقولون هذا مشرب، قلت قد ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما. المتجرى بالعلم: ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة. إذا فابتياع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. ويقول الحق سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم،
إن أجري إلا على الله، ويقول الحق سبحانه على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. ويقول سبحانه على لسانه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربي سبيلا. ويقول سبحانه على لسان أنبيائه نوح وهود وصالح ولوط وشعيب جميعا بنفس القول وبنفس الآية، يقول سبحانه على لسانهم جميعا أو على لسان كل واحد منهم: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فرسالة العلماء هي البلاغ المبين وانتظار الأجر العظيم من رب العالمين، بركة ورحمة ورضا في الدنيا، ورحمة وسعة من فضله الواسع في الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن يرزقنا بركة العلماء الصالحين، وأن يهدينا والسامعين إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.